بكمل مع حضراتكم داخل قاعة ترميم القطع الأثرية الثقيلة. مكان مفتوح زي ما حضراتكم شايفين، ارتفاع السقف عالي جدا، بنتكلم في مكان مليان بالخرسانة وبالقطع الخرسانية والجدران الخرسانية. بكمل معاكم بقى في كل المعدات اللي موجودة، كل الأدوات، التاريخ اللي موجود. طبعا ممنوع نحط إيدينا على أي حاجة، لكن احنا شايفين معاكم تاريخ مصر وحضارة مصر موجودة داخل المتحف الكبير. وخلينا نشوف معاكم القطع العملاقة والقطع الضخمة اللي موجودة دي بيتم ترميمها ازاي وبيشتغلوا عليها ازاي. معظم القطع الأثرية اللي بتجي لنا هنا بتكون حالتها متدهورة، عليها مظاهر تلف كتير، وبتكون اتأثرت بالعوامل ومرت بفترات زمنية أدت وصولها للحالة اللي زي ما حضرتك شايفة كده التمثال عامل ازاي. فاحنا هنا يعني كل اللي بنحاول نعمله ان احنا بنحاول نثبت الحالة الرهنة بتاعت القطع الأثرية. بنعمل على ان احنا نخلي القطعة دي نقدر نخليها ان هي تعيش فترات زمنية أكتر، بنحاول نثبت الحالة الرهنة، بنحاول نعمل تقوية لمناطق الضعف الموجودة في التمثال، بنزيل بعض التكلسات والاتساخات اللي بتبقى موجودة. طبعا كل ده بيتم عن طريق استخدام أحدث الطرق والأساليب العلمية المتبعة في الترميم، استخدام مواد استرجاعية، استخدام مواد ما تأثرش على مادة الأثر. بس يعني طيب القطعة اللي بتجيلكم وحضرتك بتقول في حالة سيئة، يعني مثلا قطعة زي دي هي راس بس منفصلة عن جسم التمثال، هل بتعملوا بعد كده بقى فكرة ان انتوا تركبوا القاع الراس مع الجسم، ولا خلاص مجرد الاحتفاظ بالقطعة على حالها وخلاص؟ تمام، دي جزئية مهمة جدا يعني، بس احب اوضح لحضرتك احنا بالنسبة لنا هنا في الترميم افضل ترميم هو اقل تدخل. يعني انا كل ما تدخلي في الاثر كان قليل كان نتيجة الترميم كويسة. دلوقتي احنا هنا ما بنعملش استكمالات، لما بنعمل استكمال بيبقى استكمال تدعيمي مش استكمال تجميلي. لو برضو بقى عايزة أفهم أكتر، لو قطعة زي دي بتتركب، التركيب طبعا لضرورة بتدعيم القطعة أن أنت توقفها أو تثبتها، لكن هل في التركيب بيتم استخدام مواد معينة أن أنا أداري الكسر أو الفصل اللي كان موجود فيها، ولا مجرد أن أنا بثبتها بس مش أكتر؟ لا طبعا بيكون في، طبعا في شركات متخصصه بالعرض، يعني هيتعمل لها طبعا دي ماونتنج، هيتعمل لها قاعده معينه باستخدام طبعا، يعني حتى هنستخدم بنعمل دريلنج في القطعه من الخلف، بنعمل تخريم وبنستخدم برات غير قابله للصدأ ومعالجه، يعني بحيث ان هي يعني ما تعملش ماده صدأ بعد كده تاثر على ماده الجرانيت بتاعت التمثال. عايز اعرف من حضرتك باعتبار ان حضرتك مدير المكان العظيم اللي احنا فيه ده، ايه القطع اللي موجوده عندك حاليا دلوقتي؟ والله زي ما حضرتك شايفه في قطع كتير، احنا عندنا تمثال يعني في تمثال مزدوج للملك امنتحتب الثاني والاله حورس. تمام طبعا، اتفضل ده تمثال الملك امنتحتب الثاني والاله حورس، ده برضو تمثال من الجرانيت، ده جاي من الاقصر زي ما حضرتك شايفه. طبعا التمثال ده وزنه حوالي 4 طن. تمام، هو جالنا هنا حوالي يعني تقريبا 9 شهور، موجود عندنا في المركز هنا بقاله 9 شهور. طبعا يعني تقريبا انتهينا بنسبه 80% من اعمال الترميم اللي بتتم في التمثال. هو كل الناس دلوقتي بس ان احنا نعمل له عمليه تثبيت على قاعده زي بالظبط، فده عشان محتاجين نعمل له قاعده تقدر تتحمل الوزن ده 4 طن. وطبعا معظم القطع اللي هنا زي ده مثلا دي لوحه جداريه للملك رمسيس، لو حضرتك تيجي من قدام كده اهوت، دي لوحة للملك رمسيس. بالظبط، تمام. رمسيس بيوضح فيها ان هو كان ملك الشمال والجنوب، وبيصور نفسه اثناء الحروب، ومصور نفسه على شكل اسد زي ما حضرتك شايفه. ولو بصينا من تحت كده حضرتك هتلاقي الجزء دوت، ده هو ده شخص كده ان هو يعني دايس يعني عليه، ان هو بيدل ان هو يعني كان بالظبط في الحروب وكده، يعني اثناء الحروب. بتحتاجوا تقروا يا فندم القصه عشان تفهموا الحدوته اللي مرسومه على الجدريه اللي قدام؟ ده بيتم عن الناس الاثريين هنا، يعني زي دكتور طارق والفريق الاثري هنا، هم المختصين طبعا بالقرايه الخراطيش والكتابات الهيروغليفيه اللي بتبقى موجوده على القطع. بس زي ما حضرتك شايفه طبعا القطعه اتجمعت، زي كانت منفصل 4 قطع جمعناها تاني بشكل راسي، وزنها 2 طن، وهي دلوقتي حاليا هي جاهزه للعرض برضه. طبعا هيتعمل لها قاعده تانيه غير دي، احنا بس عشان نقدر نتناولها. المعمل هنا مجهز طبعا باونيش علويه زي ديت حضرتك، عندنا 2 ونش علوي، الونش العلوي دوت يقدر يشيل لحد 20 طن. بنستخدم طبعا شدات، هي احنا بنقول عليها هنا مثلا سيلينج بالانجلش، وهي صبانات، هي عباره عن هي زي دي بالظبط كده. ممكن حضرتك بس نشوفها، دي مثلا قطعه دلوقتي، القطعه دي لما بنعوز نحركها من مكانها دي اسمها صبانه، وبنحطها في الهوك بتاع الونش دوت اللي شفناه فوق دلوقتي، نرفعها بالظبط. الونش بيتحرك في 4 اتجاهات، فمن خلال الونش نقدر نحرك القطعه لاي مكان احنا عايزينه، ونقدر بنستخدمه برده في تجميع القطع، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه المنطقه يعني مش هنقدر نشيل الحاجات دي بايدينا. طبعا قوه يعني ما يقدرش يحركها بالظبط يا فندم. بس يعني خلينا نشوف مع حضرتك برضو باقي القطع، التاريخ كله عندك يا فندم هنا. يعني انتوا، انا عايز اسالك الاول سؤال انساني شخصي، بتحسوا بايه وانتوا بتتعاملوا مع القطع دي؟ لا والله طبعا هو يعني دي تراث، يعني تراثنا والحضاره بتاعتنا، احنا بنحاول ان احنا نحافظ عليها، وبنحاول يعني نعمل حاجه كويسه يعني.
اكمل مع حضرتك بقى ونشوف القطعه دي ايه، القطعتين دول ايه وجولكم هنا من امتى بقى؟ دول تمثالين لابو الهول، هم تم اكتشافهم يعني اثناء يعني اول ما اكتشفوهم كانوا موجودين وهم اصلا مكسرين يعني في بعثه الحفاريه اللي وجمعوهم تقريبا بعثه فرنسويه هي اللي جمعتهم، وراحوا المتحف المصري في التحرير وبعدين جم لينا هنا. طبعا ابتدينا نكمل بعض الاجزاء المفقوده فيها وكان في ميسنج لاير كتير، ابتدينا طبعا ان احنا نشتغل عليها ونحاول زي ما قلت لك احنا في حاجات كتير مش موجوده في التمثال ما بنكملهاش، احنا مش بنعمل استكمال تجميلي، احنا مهمتنا ان احنا بنوري قد ايه الناس يعني القدماء المصريين كانوا بارعين كانوا فنانين ان هم قدروا ينحتوا الحاجات ديت بالاوزان دي بالاحجام دي. عايز اسال حضرتك على حاجه، انا ممنوع المس طبعا مش هلمس حاجه، لكن انا شايفه مثلا الكاميرا لو قربت هنا في زي اصلاح كده مثلا لده، هل ده كان كسر ولا حاجه اللي هو نسميه جرح غائر يعني حاجه عميقه كده، وايه الماده اللي استخدمتوها لده؟ دي اولا دي بتبقى بودره حجر، احنا بنستخدم ده حجر جيري، احنا بنستخدم بودره حجر من نفس ماده الحجر، احنا بنستخدم نفس المواد اللي موجوده مبنيه نفس التركيبه اللي موجوده في القطعه اللي عندكم. بالظبط، بس احنا بنعمل ده عشان نعمل ربط يعني عشان اقدر اجمع القطعه دي ببعض يعني. يعني دي كانت كسر ولا كانت بس مجرد جرح فيها؟ حضرتك الشرخه ممتد الجزء ده كله كان منفصل، فاحنا عشان نجمعه بنستخدم برات برضو ممكن يعني غالبا في دريلنج جوه يعني. بص ده حضرتك ده كده كان في دريلنج وفي بار حديد معمول تمام بالصدأ، وبعدين ابتدينا نستخدم المونة اللي هي معموله بودره الحجر والبارالويد. ملك اخناتون يا جماعه، تعالوا نشوف الملك اخناتون، تعالى نلف له كده. طيب عملنا جولة مع حضراتكم داخل معمل مكان كبير جدا عملاق، قاعة ترميم القطع الأثرية الحجرية، القطع التقيلة، تاريخ مصر التقيل، القطع الكبيرة جدا المنقوشة واللي 5000 سنة متحافظ عليها وزي ما هي وزي الفل لحد ما اكتشفناها ووصلت لأيادي المصريين في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. القطع دي بتترمم دلوقتي، ان شاء الله هيتم عرضها في الافتتاح القادم، الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير. هكمل مع حضراتكم جولة في باقي الأماكن اللي موجودة في المتحف وفي باقي القاعات، ونشوف معاكم كمان التفاصيل الجديدة الموجودة في المتحف المصري. إن شاء الله الافتتاح الجزئي قريبا زي ما بأكد مع حضراتكم، نشوف التفاصيل والإعدادات للقطع الأثرية اللي موجودة. حوالي عندنا 100,000 قطع أثرية، في منهم قطع كاملة بنتكلم في 5000 وشوية، وفي مجموعة قطع بيتم إعدادها حاليا زي المكان اللي احنا موجودين فيه. أكمل مع حضراتكم في صباح دريب.